عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياك. قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك، الله يرضى عليك. ضغط الزر. زر واحد يا أخي لو في داعي ما قلت لك. كيف حالك إخوانا؟ تنسى اللايك برضو والاشتراك فعل زر التنبيه. اليوم مقطعنا مقلب السماعة الجزء الثاني. أول واحد نبدأ فيه زياد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. زياد ركز معي، جاهز؟ جاهز أنا. طيب الآن وش بسوي أنا؟ أنت خوفتني يوم قلت لي تعال هنا و. مالك الأمور طيبة يا زياد، تعرفني أنا. أبيك تكلم ركان. ممتاز. ممتاز. اتصل علي الآن وقول له تعال بيك موضوع، بس خليك وخل وجهك جدي من الصوت. أبعلمك أنا رؤوس أقلام بس. ممتاز. إذا جاك قل له كيف حالك طيب؟ ركان أنت ماخذ مفتاحي اليوم ورايح فيها وحق فيها. من وراء. حلو. والباقي أنا بقول لك. ممتاز. زين؟ ممتاز. دق عليه. بدق عليه. السلام عليكم. يلا حيا. كيف الحال؟ الله يخليك بخير. وينك انت؟ في الكافور تسمع. طيب تعال غرفتي بالله، له انت موضوع ضروري جدا. يلا يلا بسرعه، له انت تكفى تكفى. سكر بابه. وش سكر بابه؟ جس نزل ضاع. ما ادري وش اقول والله. يعني على الاقل الواحد يجي يستاذن، يجي يستاذن. أيوه؟ وانا نايم يجي يستاذن. اما تاخذ مفتاحي ليش؟ تاخذ مفتاحي تحك فيه، تروح وتفرفر فيها وتحك بموتري، ما تجي انت تعلمني؟ تحسب انك سنت انت؟ على الاقل يا ركان، على الاقل تعال وقل لي. انا مستحيل، ما قد مره قلت للعيال لا. انا جيتك ليش تاخذ موتري اول شيء؟ قول ليش تاخذ موتري؟ خذيت موتري. خذيت موتري اول شيء. خذيت موتري. خذيت موتري جاني العلم وانا نايم. خذيت موتري. وشو؟ قل جاني. قل ماخذ موتري وحك فيه. وحك فيه، في حكه. قل والله ان واحد قايل لي، والله اقسم برب الكعبه في واحد قايل لي، ورب الكعبه شفني احلف. ها والله واحد من عيال قايل لك اني انا جيت دهنت جاي، بس ما راح اقول لك اسمه. في احد قايل وانت راقد جاء اخذ منك المفتاح وراح فيها وريحه السياره، ما ادري وين راح. حتى اكلك، حتى الاكل بالسياره مخليه، والبنزين، البنزين سياره. أيوه؟ نص مرجع لي. ايوه ما عبيته قيطي. يلا دقيقة عشان شوف البنزين يهون. ايش تحك بالسيارة ليش؟ البنزين، البنزين اخر همي، البنزين اخر مع انه غالي ولكن اخر همي. ليش تحك؟ ليش حكيت فيها وما علمتني؟ ما لك داعي ترى، ترضاها؟ ما له داعي. انت انا جيت ودهمتك اخذت المفتاح؟ انا نايم جيت اخذت المفتاح مني وانا نايم. هذا كلامك قسم بالله لك كلام، ما راح اقول لك. اسمع ما راح اقول لك. كذا توكل على الله، الله يسامحك. الركان الله يسامحك، لكن اقسم بالله انها بقلبي وانك قهرتني. يطلع برا من غرفتي. يطلع. طيب بعدين وش صار؟ طيب اسمع الركان، اول شيء الله يسامحك على الحركه اللي سويتها، لكن قسم بالله انها باقي بقلبي توجعني للحين. موتر جديد. السوق ما اطلع من الغرفه، الله يلعن ام القلب. ركان ركان ركان، ثاني مره تعال استاذن. الله يستر عليك. وش الله يستر عليك؟ الله ماني ماشي. ولا تكلمني، ولا تكلمني. مين انا؟ كنت ما تحشم والله، ما تحشم والله، ما تحشم. من اللي قال لي؟ تبيني اقول لك من اللي قال لي؟ ركز. رايد. تبيني اقول لك؟ رايد قال لي. رايد. رايد قال لي. اي رايد قال لي. ابجيك 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 الحين. طيب اسمع. ومسامح كريم يا اخوان. تسوق امها صح؟ ليه؟ تسوق امها؟ شو الكاميرا؟ الله يجمع ابو السالفه. خلاص دقيقه، اول مره اشوف زياد مشخصنها من حيل وزعلان قصدي. شكل الشاشه. دقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا زلمة هذا مقلب السماعة. والله العظيم انا انصدمت. زياد ايش فيه زعلان؟ اول مرة. الجزء الثاني من مقلب السماعة معنا ركان اليوم. ركان الخطة وش؟ اعطيك سماعة. الخطة اني ما اسمع مني، اعطيك سماعة والكلام اللي انا اقوله تقول للاشخاص. طبعا الحين مو بيننا، مو عند العيال او مو بالمقر، برا عند ناس ما نعرفهم. حلو. احنا الان عند مطعم، البس سماعة وخلك باتصال معاي. طيب. والكلام اللي اقوله لك تقول للاشخاص على طول. تم. اسمع ما خليك تخدع الناس، انا مالك. ما راح اخدع دقيقة. وش لي؟ اذا ضبطت المطعم اكل والله. مو بس عشاء، غدا وفطور وعشاء من المطعم. والله العظيم اذا قلت كل شيء. اذا بالضبط. تم زني. ايوه ابعد خليك هناك عند المطعم، لا تجيني يا خواف خايف. راح مالك. راح اللي بيجيك الان تدري ايش تقول له؟ قل له انا مدرب رقص، انا مدرب رقص وبرقص قدامك، شوفني كيف وبيك تقيمني. ثواني بس من وقتك. انا مدرب رقص. انا عندي هوايه بس ما كملت. انا مدرب رقص. فابي ارقص هنا، بيك تعطيني راي. ما بتعطيني. يلا ارقص بسرعه. ارقص ارقص واعطيني رايك بشكل سريع. شوف المهاره هذه.
رايك؟ تقييمك من 10 ممتاز. 10 من 10 الله يعطيك العافية والله. بس قل اسمك، صوتك صوتك صوت واحد يعرف يلعب كورة. واحد يلعب كورة هناك. ها؟ يلعب كورة هناك. قفطنا يعني. يعطيك العافية. كيف حالك؟ ما شاء الله شلون صرت طويل انت؟ في شيء كل ما تصير تاكل شيء؟ شلون يا اخي والله العظيم سبحان الله انا انسان مسكين وعندي استفزاز، احتاج استفزاز بخصوص الطول. الناس كلها تطبطق علي، وش ذا القصير وش ذا، فهمت؟ شلون شلون طلت انت؟ شلون كلمة تصير هي شلون طلت؟ رب العالمين ونعم بالله. انا العب حديد وقصرت. قلت طيب انا العب حديد وصرت قصير. انا العب حديد وعلى اساس اني بطل وقصرت. ما له علاقة. قلت طيب قلت ضارب قلت ضارب وارجع ورا شيء لأنك ضارب كرتين. متحمس وداخل. إيه قلت أنا مدرب قتال شوارع. وأنا مدرب. أنا مدرب قتال شوارع. سو كذا يا وااا سو كذا يلا سرعة. إنه يعني. سو سو طلع الصوت قل وااا. على طول عرفت. السلام عليكم. اسمع لي اخذ من وقتك بس دقيقه وبعدين بصراحه انا ممثل مقدم على هوليود. طيب انا سلمت الله ممثل ممتاز قدمت على هوليود. بسوي لك تمثيليه مشهد بسيط وبرايك. لك مشهد بسيط بحيث اني يعني تقيم لي فيديو. جاهز؟ يلا صايح يا ربي مات يا ربي ولدي مات يا ربي يا ربي ولدي مات ولدي مات يا ربي. وقف 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 قول يا ابوي ليش لابس كذا؟ انت بتلعب كورة ولا داخل مطعم؟ لابس كذا ما ادري احسك يعني ما ادري تلعب كورة ولا داخل مطعم. تو طالع من النادي. طيب وش غن 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 طيب غن وهرول هرول 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 ركض. في شيء ودي اقول لك اياه. غن اغني لك انت غني غن غن بسرعه. هذه احد موهبه الثانيه. طيب يقول لك حبيبي مو منسي يعملني بكساره. ايش رايك؟ بالله تقييمك تقييمك. الان مين معنا يا اخوان؟ الضحيه الثالثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناصر. دقيقة دكتور ناصر. اهلا وسهلا ناصر. لازم هذه لا تنسى الكلمة. وش الكلمة اللي اقولها لك قولها. اقول بالضبط. كان من كان كان لا من والله كان. لا والله بالضبط بالضبط. لا تبدأ إيه تدخل مشاكل إيه مع خلق الله انت. اسمع 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 بالضبط. انت اللي ضربت اخوي اليوم العصر ولا لا؟ السلام عليكم. السلام. انت اللي ضرب اخوي اليوم العصر يا ابوه؟ سام ضارب اخوي اليوم العصر. شايفك اليوم انا قاعد احك وانت تركض. الا شايفك انا يا ابوي قاعد احك وانت تركض. ايه شايفك قاعد احك وانت تركض. غن 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 وين مداوم العصر؟ الله يسلمك. بغيت شيء. وين مداوم العصر؟ انت ضارب العصر شايفك نفس مترك نفس ملابسك يا ابوي. لا لا مضيع. امشي على درب الغرام قصدي ادور لي حبيب. الله سهران ما ودي انام مجروح وادور طبيب. بسم الله عليك. السلام عليكم. انا مدرب نادي الله يعافيك. جسمك كبير شغل شوي فبغير جسمك. صراحة جسمك كبير شغل شوي فانا بغير جسمك صدقني. ها؟ مشترك؟ اشتراكهم ماشي يعني. انا من عندي انا عندي خصم 50% لك. عندي انا خصم 50% يعني احس جسمك ماشي ادربك كل يوم يوميا. صدقني خليني يطلع لك سكس باك صدقني. في وقت صدقني بخليه يطلع لك سكس باك. ما في الحال سكس باك انا ننزل دهون و كله اسمع مالي كفايه مشترك لا اسمع 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 طبيعي بطلع لك سكس باك. ما يا اخي انا اطلع ولا يا ابن الحلال انا اطلعها لك. انت بنادي طيب ضاربني يلا. واللي في النادي لازم يضارب. السلام عليكم. ما شاء الله جسمك عجبني. انت اكيد في نادي صح؟ تكفى سجلني معك. تكفى بتدرب معك الله يوفقك. تكفى سجلني معك بتدرب معك الله يوفقك. الله يدخلك الجنه. تكفى الله يوفقك. الله يدخلك الجنه يا حبيبي. تسلم عيونك الله يسعدك. قول لي بعد قلب قول بطلع سكس باك. شلون بطلع سكس باك انا ناوي؟ اي والله شد حيلك بس ما عليك. شد حيلي معي طيب. امشي على درب الغرام
ايوه كمل لا توقف. معك حديده معك حديده اي شيء بشيل اي شيء الحين تكفى. معك حديده اي شيء حديده اي شيء الحين معك بشيل بشيل كل شيء. بشيل بشيل الثقال. تبي تلعب الحين؟ اي يا اخي متحمس يا اخي ما شاء الله تبارك الله. شوف واضح معلق انت من النادي. ما شاء الله عليك. الله يرزقك. قلت بالصدق تكفى والله العظيم اني جيعان تكفى اطلب لي. الله يوفقك. والله العظيم اني جيعان اطلب لي تكفى. والله يعني ما على قد حاجة يعني ما أخذ القرينجش والنيران. يا تكفى باكل بقسمك الأكل. قل لي كل مشروك مبروك. معك طيب. كل مشروك مبروك عادي يقولون. كل مشروك؟ كل مشروك مبروك. يلا. أنا ودي لا كل الدنيا ضدي. يا ليل قل يا ليل نظامك معضرين شايفين نفسهم. يا ليل نظامك يا رجال. والله أنا ودي يا رجال. قل بالعافية خلاص علمك قل بالعافية بالعافية. شوف والله اني اعتذر منك. في واحد من الذين قاعد تصور مقطع فهمت إيه؟ وقال لي لازم اقول الكلام. هو معي يكلمني في اذني يقول لي قل كذا وكذا. ترى الكلام هو مني والله انه منه. شوف السياره ترى يا تصوير مقطع يوتيوب. انا حسيت يا رجال قلت الوضع شيء زين. واقف على رجولي محتاج غيري يسرع عكاز. تنوي تكسر رجلي حاقد واكسر سعيك بالانجاز. اسمي باور اكبر تاور والتعبير الصح انجاز. يوم الكل يتساقط جنبي واقف والكل ينحاز. فرض وجودي طرق حارق صدر الهيترز حرق. غاب غير سعودي السلم حتى الاعمى شاف الفرق.